ورجعنا اخيرا نشوف ايش المكونات اللي تحتاجها طريقه اليوم الكباب. الكباب صح. مختلف اليوم. هلا بتعرفي شو الكباب يمكن بيجي بكثير وصفات وبكثير طعمات، بس فكره الكباب هو نوع اللحم اللي بنختاره، وبنفس الوقت انا من الناس اللي بحب الكباب مع صلصه، يعني احيانا لما بتاكليه مثلا مشوي مع خبز تحطي عليه مثلا بصل مشوي، ممكن تحطي جنبه حمص، بس لازم يكون جنبه مرافق يخليه ما يكون ناشف وثقيل على المعده. يعني لنقول مثلا احنا عم ناكل ستيك نفس الشيء بدنا خضار، عم ناكل دجاج مشوي بدنا شيء خضار جنبه. انا احب يكون في دائما في صوص اقدر صلصة انا أكتر. ايوه صلصه، اني انا كمان اتحكم انه يكون شوي جوسي. بالضبط، يعني خاصه اذا نحن عم ناكله مثل ما نقدمه اليوم مع الرز بالشعيريه. خليني اخبركم اول شيء عن اختيار نوع اللحم او شو الطريقه الخلطه اللي بحب استعملها، وبنفس الوقت حننتقل للخضروات اللي ممكن نزيدها على الصلصه اللي حنعملها مع بعض. هلا انا عاده للحم بفضل لحم الكباب، عاده بيستعملوا فيه لحم الغنم او اللحم المدهن، يعني ما بيكون لحم بقر، بس بنفس الوقت بما انه نحن هيك يعني كتكوتين شوي وما عم نجرب نخفف شوي من الدهون، وكمان اللحم الغنم مو كل الناس بتحبه او بتقبله. صحيح. حتى الاولاد يعني اوقات لما بنعمل لحم غنم بيقولوا ماما ما بحب اللحم، بيكون هو لانه بس ثقيل عليهم او الريحه. بالضبط، حتى ريحته بتكون ثقيله. فكنصيحه لناخذ نحن الطعم الخفيف من الغنم والدهن اللي محبب للكباب، لانه الكباب اذا ناشف خلاص لا يؤكل، يعني صار مو طيب. فبنقدر نحن نخلط نص الكميه لحم بقر بدون دهون ابدا، ونص الكميه لحم غنم مع دهن خفيف. بهالحاله هي نحن بنقدر نزيد عليها شويه زيت زيتون مع البهارات مع التتبيله، بصير عندنا الطعم متوازن وطيب. نحن عاده للحم في ناس بتزيد عليها بصل مفروم، في ناس بتزيد عليها بقدونس. خلينا اليوم نحن نحضر، بما أنه عندنا صلصة معاها حنزيد عليها بس البهارات، اللي هي عبارة عن حاستعمل معلقة من الملح، إذا مثل ما قلنا هون نص كيلو لحم بقر بدون دسم، نص كيلو لحم غنم نص بنص، يعني مع دهن، بس مو أنه والله دهن أبيض كتير هيك يعني ما نزيدة، يعني مع أنه هو طيب، مع يعني حتى نقول الحقيقة اللحم الكباب اللي بيكون مدهن كتير بيكون له طعم كمان حلو. حزيد عليهم كمان نص معلقة أو ربع معلقة من الفلفل الأسود المطحون. لا. بعدين حزيد عليهم خلطة السبع بهارات لحتى نعطيها الطعم العربي. سبع بهارات هي فيها خلطة من النكهات العربية، هذه مشهورة يمكن موجودة بكل مطبخ عربي موجود عندهم مثل ما شرقي أكثر. أيوة أنا دائما لبنان سبع بهارات، يعني في حتى لو أومليت سبع بهارات. صح. فجأة شكشوكة سبع بهارات. باستا سبع بهارات. طيب هلا هون زدت عليهم زيت الزيتون، يعني عم نزيد نحن الدهن بطريقه طبيعيه اكثر، ما عندنا لي كثير او ما عندنا دسم. وهلا حبلش اخلط اللحم مع بعضه لحتى يبلش يمزج نوعين اللحم مع بعض. بعدين نحن حنبلش نشوي اللحم لوحده قبل ما نزيده على الصلصه. فهلا خليني خلي الكباب قبل ما او خلينا نعمل نورجيكم شوي منهم. الفكره هون لما نحن حنقلي اللحم لوحده، عمري ما اشتهيت اللحمه وهي نية قد ما انت اليوم شاهدتيني عليها من جد والله. هلا شوفي لسه الروايح مع الشوي. بالضبط، طبعا ما في شيء بعد شوي الفحم. لما نحكي عن الشوي دائما شوي الفحم بيعطيها طعمه التدخين الحلوه، بس نحن اليوم دائما نحكي عن البدائل او عن الطريقه الاسهل، ويمكن كمان هلا دائما نحكي عن فتره هلا الصعوبة الام شو بدها تطبخ لاولادها بعد المدرسه، او الامراه العامله اللي هلا رجعت على شغلها سواء مدرسه دكتوره او مهندسه، دائما بيكون عندها مشكله انه شو بدها تحضر بطريقه تكون صحيه وطيبه. هي من الوصفات اللي ممكن تتحضر قبل بيوم وترجع تتسخن لانه ما بتاثر كثير. كل ما قعدت بقلب التتبيله كل ما اخذت النكهه اكثر. شوف هلا بالضبط. هلا نحن بما انه هون حاطين زيت على اللحم، شغله انه انا بس اهم شيء يكون عندي المقلايه تكون حاميه او الشوايه او اي شيء نحن عم نستعمله، وححط عليها الكباب لازم على طول يعمل صوت نحن حنعطيه لون. حاسه صوت هذه اذا ما سمعتوها منيح بدات تداعب قلبي ومشاعري. بالضبط. هلا نحن هون فينا نعملها اول شيء، مثلا انا بحب صراحه اعملهم مثل كانه بنسميهم كبيبات او كباب بحجم اصغر، او ممكن نعملهم كرات مثل الميت بولز او العادي. صراحه بما انه اليوم شوي شرقي الوصفه او طعمتها شرقيه، فضل انه نعملهم بشكل مثل اصابع اكثر. ونفس الشيء بنكمل نحن لكل كميه الكباب الموجوده عندنا. والله سهله الشفاله، يعني هذه سهله انا اعملها. سهله، انت اختاري نوع اللحم الصح. ما تجي تقولي بعد ما خلصت، يعني ما تفكري انها ممكن تكون هلا صار مقطع الصلصه. بس هذا فعلا الكباب مثل ما نقول لما بيكون اسمه كباب يعني نوع اللحم، واذا النوع حلو اصلا لاحظتي على طول هيك ريحه نظافه، ريحه اللحم اللي لسه فريش مذبوحه الصبح بتكون مختلفه. هلا نحن بالوقت اللي عم تتقلى فيه اللحمه
أكيد رح أعمل كل الكمية كاملة، بس حابة أخبركم أو نبدأ تحضير الصلصة كمان لأنه بتأخذ وقت معانا. هأستعمل هون زيت الزيتون، بس تقريبا يعني معلقتين من زيت الزيتون، وحبلش بتقلاية البصل المقصوص هون جوانح. يعني استعملت بصل أحمر، دايما للمطبخ العربي أو الشرقي البصل الأحمر اللي كل ما طلعت ريحته يعني بصل الله. أصلي يعني. هأستعمل تقريبا بصلة من الكمية المفرومة مقصوصة هون جوانح. يعني أنا بدي أخلق صلصة تعطي طعم للكباب بعدين بس نضيف عليها. فالفكرة هون بس اللي بلش يتقلى معانا البصل إنه نحن بدنا نعمل صلصة لحتى الكباب يكمل السوى تبعه بقلب الصلصة. يعني مش على طول ندبل البصل أو لا. لا الكباب آخر شيء، يعني بس صار عندنا تسبكت الصلصة كاملة. الصلصة حأستعمل فيها البصل، حأستعمل فيها الثوم، في عنا هون الحر لازم تكون فيها هيك حرارة طعم حلو، وحنستعمل صلصة الطماطم وكمان بنفس الوقت فينا نضيف عليها كاختيار من الخضروات هو البتنجان. فمثلا هون بس أول شيء بلش شوي يدبل البصل يحصل على اللون الايه؟ الذهبي. ايوه يحصل على اللون هذه لعبتي الذهبي الفاتح. انا حاسك والله يا غاده عم تفكري عم تقولي لا طلعت مو سهله كثير. لا يعني خفت لما بس قلتي لي اللي بدها تكون مش مستويه كثير وبدها لا يعني لا مو صعبه، بس انا حاعطيك اياها بالضبط من الاخر مشان يعني تجربي تعملي لنا اياها. وقاعده افكر انت حطيتي زيت زيتون قبل؟ لا ابدا ما حطيت زيت، لانه قلنا اللحم نفسه فيه زيت فما حيحتاج نزيد زيوت كثير لانه بدنا اللحم نفسه يتكرمل. هلا حورجيكي كيف صار لونه. هلأ زدت هون حبتين من الثوم على البصل، قصيت الثوم شرايح بدنا هيك طعمه تكون واضح بالصلصة. وهلأ على طول بزيد عليهم الفلفل الحر، استعملت اليوم الفلفل الحر الحر يعني الأخضر التشيلي السبايسي، استعملت منهم حبتين وقصيتهم شرايح رفيعة كتير بهالشكل هاد. لما منقليهم مع البصل ومع الثوم بناخد طعمة أكتر من الصلصة. هو حلو الحر بقلب ايه بالضبط. هلا هاي النكهه هيك بتعطي طعم حلو لهالوصفه هي. اول ما نحس انه تقلى البصل مع الثوم ومع الحر حنزيد عليهم صلصه الطماطم. عندي هون طبعا عم بستعمل هون حبتين من الطماطم المسلوق ومقشر، او فينا حتى اذا بدنا نستعمل العلب عم سهل شوفي. ايوه لو العلب اللي هي طماطم حسيت. مفرومه حنزيدها على طول على الخلطه اللي عندنا. الله. وحزيد كمان عليهم كوب من الطماطم المطحون. هون ما عم نستعمل نحن معجون الطماطم، عم نستعمل بس الصلصة الفريش. حتى لو عم نجيبها جاهزة حلو انه تكون معمولة اورجانيك او عضوية او نوع كويس، ومثل ما دايما بنقول تكون محفوظة بزجاج بتكون صحية اكتر. هلأ قبل ما اترككم بس بدي لكم شغلة سريعة، نحن عنا هون الباذنجان يا منقدر يا اما بنقليه بالزيت وبنضيفه على الصلصه، او انا دائما بفضل انه احنا بس نحطه بالفرن. ما عم بستعمل كميه كبيره، انا بدي التركيز يكون او النجم يكون بهالوصفه هو اللحم، فبس ححط عليه حتبله بالملح وبالفلفل الاسود. احلى لما يكون بال انا من بعدك صرت اي شيء بالفرن واسهل وانضف وما له هيك اكثر ما له ريحه وما بيزعج. فبس تبلته بملح وفلفل اسود ورشه زيت زيتون وححطه بالفرن. طبعا بنقدر نقلبه كل شوي لحتى ياخذ اللون الحلو اللي بدنا اياه. حورجيكم كيف اللحم صار لونه. هذا هو اللون المقرمش الحلو باللحم اللي احنا بدنا اياه. شوفوا الفرق بين هاي قلبناها وهي لسه ما قلبناها. هاي الجهه اللي لسه ما استوت هلا بنحطها على الجهه الثانيه. طيبه شكلها مثل ما قلنا غاده انه نحن لسه اللحم من جوا ني. فاحنا اول ما ناخذ هذا اللون الحلو من بقيه حبات اللحم بتكون الصلصه تركناها تتسبك، يعني بننزل عليها الحراره للنص، بنزيد حبات الكباب على الصلصه، وبعدين بنرجع بيكون خلص الباذنجان بنضيفهم كلهم على بعض. فانا حكمل الكباب وححط الباذنجان بالفرن. صح نحن بهالوقت كمان عم نحضر هاي الوصفه من الوصفات اللي كثير طيب بيكون معاها الرز بالشعيريه، وتحديدا مع الشعيريه المحمره لحتى يعطي هذا الطعم الشرقي او الطعم العربي اللي نحن يمكن بذكرنا كثير ببيوتنا او بيوت اهلنا. بديت هون باستعمال اي شيء بنحبه، يا اما زيت نباتي او زبده. حبيت اليوم اعملها مع الزبده بما انه الوصفه ما فيها كثير دهون فحتكون عادي بتكمل بعضها. وحقلي هلا الشعيريه، عم بستعمل تقريبا نص كوب من الشعيريه، وهي من الوصفات اللي طيب يكون معاها الرز المصري الصغير. دائما الرز مثل ما متعودين بنغسله وبننقعه لحتى يعني ناخذ احسن نتيجه له.
هلا الشعيرية عادة تاخذ تقريبا دقيقتين لثلاث دقائق هي وعم تتحمر على النار قبل ما نضيف عليها الرز. بس خليني اذكركم بوصفة اليوم وتفاصيل تحضير الوصفة. طبعا عندنا هون احنا حضرنا ثلاث مكونات بشكل منفرد. اول شيء الصلصة اللي هي بدأت فيها باستعمال زيت الزيتون، زدت عليها البصل الاحمر المقصقص جوانح، بعد ما قلينا البصل زدنا كمان حبتين من الثوم مقصوصة شرايح رفيعة، زدت عليها الحر اذا بنحب الحر، بس هي له هيك طعم كثير طيبة بهالوصفة، كمان مقصوص على حسب الرغبة أو حسب الكمية اللي احنا بنحبها. بعد ما قليت الحر مع البصل والثوم وكل هالمكونات بلشت تنخلط مع بعضها، زدت عليهم تقريبا حبتين من الطماطم المسلوقة ومقشرة ومقطعة، أهم شيء ما يكون فيها قشر أبدا لأنه اليوم عم نخلق صلصة طرية وناعمة مع الكباب. بعد ما زدت البندورة المسلوقة أو المقطعة زدت عليهم كمان كوب من معجون الطماطم أو بدنا نقول الصلصة، يعني مو المركزة اللي بتكون كأنه طماطم مطحونة. تركناهم على النار يغلوا ويتسبكوا على مهلهم على نار هادية، زدت عليهم بس الملح والفلفل الأسود. هون بدي ضل عم بتأكد أنه الشعيرية عم تتقلى بشكل مع بعضها بشكل كامل. بعد ما زدت الملح والفلفل الأسود عليهم تركتهم على النار لحتى تبلشت هيك تتسبك على نار هادية. أما بالنسبة للكباب اللي هو حطيناه نحن حضرناه على جنب، استعملت نص الكمية لحمة بقر بدون دسم ونص الكمية لحمة غنم مع الدسم، هيك عملنا توازن بالطعمات. زدت على اللحم، على خلطة اللحم، معلقة من الملح ومعلقة من الفلفل أو نص معلقة من الفلفل الأسود، وزدت عليهم خلطة السبع بهارات. دائما خلطة السبع بهارات أو يمكن من البهارات اللي منقول عنها متكاملة، بتكون فيها كل الطعمات الشرقية اللي نحن بدنا إياها. طبعا هلأ هون أنا نزلت الرز لأنه صار لون الشعيرية باللون أنا بدي إياه، هأخلطهم مع بعض ومثل طبخ أي رز بنرجع نزيد عليهم المي والملح ونتركهم على نار هادية لحتى ينطبخ. رح أرجع لكم للكباب. إذا نحن خلطنا نص كمية أو نص كيلو من لحم الغنم اللي فيه دهون مع نص كيلو من لحم البقر بدون دهون، زدت عليهم فلفل وملح ومعلقة من السبع بهارات وشوية زيت زيتون، بعدين كبكبتهم أو عملتهم بالشكل اللي أنا بدي إياه وقليناهم على النار. هلأ شيء كتير مهم بهالمرحلة هي إنه هم تقلوا من برا أخذوا هالكرملة وهاللون الحلو من برا، بس الكباب لسه من جوا بيكون فيه جزء ني، والكباب من المأكولات اللي ما لازم تكون نية من جوا حتى لو كانت مشوية على الفحم. فاللي بنعمله هون نحن بدنا نكمل سوى اللحم بقلب الصلصة اللي حضرناها. من جهة حتصير حبات اللحم تأخذ وتمتص من طعمة الحموضة اللي موجودة بالطماطم، كمان طعمة الحر للي بيحبوا الحر مثل ما قلنا. وكمان أنا حضرت معاهم الباذنجان، ومثل ما شايفين ما بدي يكون كمية كبيرة بس هيك يعطي إضافة لطعمة الوصفة. الباذنجان مثل ما قلنا ما قليناه بالزيت لحتى ما يطلع كتير هيك، يعني يزيد هذا زيت القلي يمكن من الطعمات المزعجة بالطبخ غير لما منزيد زيت زيتون أو منزيد زبدة أو حتى سمنة. زيت القلي أنا بشوف شوي مزعج وما له كتير هيك إضافة مفيدة للوصفة. فبس نحن استعملنا شرايح الباذنجان مثل ما هي، حطيت عليها الملح والفلفل الأسود وزيت الزيتون، وهلأ بس هيك حصفهم بين حبات الكباب حيعطوا هيك شوي طعم وإضافة مع البصل ومع الحر ومع بقية المكونات. هلأ نحن هاي الوصفة حنتركها على النار تقريبا لمدة يعني 10 دقائق لنقول، فينا نحن نغطيها ونخليها على النار أو بنقدر ندخل الطنجرة أو الصينية مثل ما هي تكمل هيك تسبيك بقلب الفرن. حلو كتير تتقدم هالوصفة مع رشة بقدونس مع شوية صنوبر محمص. بهالوقت هذا بيكون مثل ما قلنا عم يتهدى معانا الرز. هلأ رح زيد عليه المي ومثل ما قلنا نتركه على نار هادية. اليوم نحن وصفتنا هيك وصفة دافية على المعدة، يمكن نحن بموسم لسه الصيف بس هي من الوصفات الخفيفة والطيبة، ودائما أنا بالنسبة لي الرز بالشعيرية يعني لا أقاوم. يا هلا وسهلا. اهلا اهلا يا هلا فيكم. سلام لا والله شكرا. وحديث الكتب دائما ما بنمل منه يعني عن جد. شكرا ونورتينا اليوم. شكرا. عملنا اليوم نحن الكباب مع صلصه الطماطم. تفضلي. شكرا.